أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وفي الحديث الذي تقدم معنا أن الرباط في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، فهل بين الحديثين تعارض؟ لا، ليس بينهما تعارض، فركعتي الفجر فيهما فضل عظيم، والساعة في سبيل الله أيضا فيها فضل عظيم، وفضل الله واسع. يعني ما هو معناه أن الساعة أخذت الأجر كله ولا بقي لراتبة الفجر أجر، أو العكس، فضل الله واسع يا أخي. نعم.